عثمان بن جلون رجل أعمال مغربي، هو أغنى شخص في المغرب، كيحتل المرتبة 13 في سلم أغنياء إفريقيا. هو المالك والمدير العام ديال البنك المغربي للتجارة الخارجية، وكيتعتبر أنه أكبر بنك في المغرب، وعنده فروع في 20 دولة في إفريقيا من بينهم كينيا والسنغال والكونغو. وهو أيضا صاحب شركة فينونسكوم اللي هي المساهم الرئيسي في شركة التأمين الوطنية، وكذلك كانت عنده بعض الأسهم في شركة ميديتيل سابقا، وكتقدر ثروة عثمان بن جلون ب 1.98 مليار دولار. عزيز أخ النوش، عزيز أخ النوش ابن مدينة تفراوت، واللي ورث على باه ثروة مالية كبيرة قدر يستغلها ويطورها ويرجع بذلك من أغنى رجال المغرب. هو رجل أعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، صاحب مجموعة أكوا ولا الأرباح ديالها كتقدر بملايير الدولارات، ومهتم بمجال الغاز والمواد الكيميائية والنفط والشركة التابعة لها بحال مغرب أكسجين وأفريقيا غاز، وعنده كذلك استثمارات في الفنادق وتطوير العقارات. كتقدر الثروة ديال عزيز أخ النوش ب 1.45 مليار دولار. أنس الصفريوي هو إمبراطور العقارات بالمغرب، هو زعيم مجموعة الضحى اللي استفدت على المدى الطويل من الحصول على عقود الحكومة لاستطوار مشاريع الإسكان منخفضة التكلفة في جميع أنحاء المغرب. قيمة الثروة ديال أنس الصفريوي تقريبا هي 1.1 مليار دولار. إبراهيم الزنيبر، إبراهيم الزنيبر فلاح مغربي ورجل أعمال وصانع الخمور، وبارع في صناعة النبيذ، وعنده سيلي مكناس وهي الرائدة عالميا في إنتاج النبيذ في المغرب. إبراهيم الزنيبر هو أيضا مؤسس ديانا القابضة، وشركته قدرت تسيطر على ما يقارب 85% من الحصة الإجمالية للمستهلكين في سوق الخمور في المغرب، بحيث كتنتج 28 مليون زجاجة نبيذ كل عام، وكتقدر الثروة ديالو بحوالي مليار دولار. محمد بن صالح، محمد بن صالح هو رجل أعمال مغربي ورئيس مجموعة أولماركوم، من بين الشركات العائلية القابضة اللي أسسها الوالد ديالو الراحل عبد القادر بن صالح، وعند الشركة العائلية اللي كيسيرها بالتساوي مع ثلاثة من خواتاته منهم مريم بن صالح، عندهم حصص في أول شركة ديال التأمين المغربية اللي هي أتلانتا، وشركة الطيران والماس للمياه. كتقدر الثروة ديال محمد بن صالح ب 800 مليون دولار. مولاي حفيظ العالمي، مولاي حفيظ العالمي هو سياسي ورجل أعمال مغربي، وهو صاحب ورئيس مجموعة سهام، وشغل منصب وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة. هو أيضا مستثمر في سينيا السعادة وهي شركة التأمين الرئيسية. كتقدر ثروة مولاي حفيظ العالمي ب 620 مليون دولار. علي وكريم هو رجل أعمال مغربي، وعنده جزء ضمن مجموعة أكوا مع الملياردير عزيز أخنوش. الوالد ديالو دار عقد شراكة مع والد عزيز أخنوش لإنشاء أفريقيا غاز عام 1959، وهو الرئيس الحالي للنفط والغاز السائل الموزع اللي سجلت عائدة بقيمة 400 مليون دولار في 2014، وهو أيضا نائب رئيس مجموعة أكوا الشركة المصنعة للمواد الكيميائية والشركة القابضة القوية بشركة المغرب أكسجين وأفريقيا غاز. كتقدر ثروة علي وكريم الصافية ب 600 مليون دولار. سعيد العلج مالك ورئيس صنم القابضة الصناعية، وهي شركة استثمارية في المغرب كتنشط في مجال التمويل والصناعة الغذائية والفنادق والتوزيع. أسس صنم القابضة في 1986، واللي عندها حصة كتقدر ب 80% في مجموعة VCR Unime اللي كتعد أكبر شركة للمواد الغذائية في المغرب. سعيد العلج كيملك ثروة كتقدر ب 590 مليون دولار.